نروح كمان لخبر مع الكورة. احنا عارفين انه بعد مباراة السنغال الأخيرة وخروج المنتخب المصري من سباق المونديال، أحداث كثيرة الحقيقة وأخبار كثيرة متسارعة حصلت سواء في اتحاد الكورة أو في المنتخب أو حتى في الشارع، لكن أبرز الحقيقة هذه الأخبار اللي حصلت في المنتخب نفسه وردود الأفعال اللي حصلت بالضبط في طبعا حالة من الحزن الشديد اللي ظهرت على الجميع من يعني أكثر من واحد، وإحنا كلنا عارفين يعني تقديم ازاي تم تقديم كل الخدمات علشان يعني يكون في امل انه المصريين ياخدوا يعني او يعني يتاهلوا لكاس العالم، لكن يعني لم تشا يعني يعني لم يشا الحظ ان احنا نبقى موجودين. كمان احنا عارفين انه يعني مدير المنتخب كابتن كروش او يعني مدرب المنتخب اللي تقدم باستقالته، يا ترى الموقف هيبقى عامل ازاي، والناس بتتابع طبعا الموقف ممكن يبقى عامل ازاي، وهيبقى هل هو هيكمل الطريق، هل هيتوقف الطريق هنا. وان كان يعني انا عايزه اقول لحضراتكم ان ناس كتير تقول على قد ما خسرنا على قد ما كسبنا حاجات كتير. كسبنا انه احنا بقينا نروح المدرجات بشكل جديد وباحتراف شديد جدا، وكسبنا ان احنا يبقى عندنا هذا التنظيم اللي شفناه واللي اشادوا بيه في العالم، تنظيم راقي، جمهور راقي. احنا كسبنا كل ده، يعني اذا مصر دائما جاهزه لاستقبال اي حدث رياضي من حيث الجمهور او التنظيم، فده مكسب كبير اعتقد كمان كسبناه. مش كل الموضوع في خساره، في مكسب احنا حققناه، لكن ان شاء الله نحاول باذن الله انه الموقف الرياضي يتحسن باذن الله. خلينا نروح للناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. في البدايه كل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، وان شاء الله دايما في محبه وفي خير وفي سلام وفي افضل حال. طيب انا هسالك سريعا، بعد الخساره امام السنغال مستقبل كيروش ايه؟ كيروش حتى الان في تمسك داخل الاتحاد المصري لكره القدم بتواجد كيروش على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر وتوقيع عقد جديد. ما يحدث الان ان في وفد في قطر في كونجرس الفيفا مشارك برئاسه الاستاذ جمال علام وعضويه الحاج عامر حسين والكابتن حازم امام ومعاهم المدير التنفيذي الدكتور وليد العطار. عقد حضور الوفد من قطر، سيتم عقد اجتماع داخل الاتحاد المصري لكره القدم للتصويت على قرار بقاء كيروش. وان كانت المعلومات التي لدي والتي كتبتها من السنغال عقب صافره النهايه، عقب التقائي بعديد من اعضاء اتحاد الكوره ورئيس اتحاد الكوره اكدوا ان كيروش من المنتظر الافضل والاقرب ان يستمر، وهي التصريحات اللي توافقت مع تصريحات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو قال اننا بدعم الاستقرار وعندنا جهاز فني محترم ومنتخب شاب لسه قادر على العطاء والمنافسه في المستقبل. ما اعلمه كمان ان كيروش حتى الان هو شخصيا لم يحسم قراره سواء بالبقاء او الرحيل. هو شايف ان عقده انتهى او فرصه التاهل خلاص مش موجوده وراحت، وبالتالي عليه ان يدور على فرصه ثانيه اذا لم يتمسك الاتحاد المصري ببقائه. يعني بالبلدي الراجل لسه ما قررش هو هيستنى لسه ما قررش هو ايه. طيب بالنسبه لو تم، يعني خلينا لو تم انه بقاء كيروش في يعني في اداره المنتخب كمدرب للمنتخب، هل هيتقاضى العقد هيبقى نفس هو العقد ولا هيكون في شكل جديد للعقد؟ مدام شافكي، هو عقد كيروش بالنسبه لاسمه وبالنسبه للسيره الذاتيه بتاعته هو مش كبير بالنسبه لسوق المدربين. ثاني حاجه، كيروش لو استمر هيبقى في تغييرات في الجهاز الفني المصري المعاون. احنا عارفين ان الكابتن وائل جمعه اعلن استقالته ورحيله عن منتخب مصر، لكن في عنصر او عنصرين على الاقل من الجهاز الفني المصري لن يتواجدا مع كيروش في الايام المقبله، وده كان من المفترض ان يتم من بدري بناء على توصيه كيروش، لكن ظروف التوقيت وضغط الماتشات والاحداث منع كيروش من احداث. طيب بس انا هقول لك برضه سؤال يتردد في الشارع المصري، بانه يعني 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 كان مفروض انه وده يعني كيروش كان يعني بيقول انا جاي عشان اوصل المنتخب لكاس العالم، واذا ده ما حصلش هل هيبقى نفس العقد ولا ممكن العقد صحيح؟ حتى انت بتقول ان العقد قليل، بس هو ما قدمش الشيء المطلوب منه. والله هو موضوع التعاقدات الماديه ده بيرجع الى حرفيه وشطاره المتفاوض.
يعني الاتحاد المصري لكرة القدم يعني حضرتك بتحط الكرة في امام اتحاد الكرة، يعني هم اللي يقدروا يحددوا ده معاه بالظبط كده. لكن انا كنت متوقع ان حضرتك تسالني السؤال الاهم، ما يتردد عن اعادة مباراة مصر والسنغال؟ معلش اسمع السؤال تاني. ما يتردد عن انباء اعادة مصر؟ طبعا طبعا انباء الاعادة، وانا عارفة انه حتى اوروبا نفسها بقت مهتمة، يعني شفنا الصحافة الاجنبية كلها وحتى وشوش اللعيبة وصلاح وغيره وزيزو وغيرهم والليزر والشغب وكل، هل في اي اخبار عن ده؟ هل في اهتمام حقيقي من الفيفا؟ بصي، الخطوه الاولى عملها الاتحاد المصري لكره القدم ان هو بعت امبارح ملف مدعوم بالصور والفيديوهات الى الاتحاد الدولي لكره القدم والاتحاد الافريقي لكره القدم، وتم الرد عليهم بانه تم استقبال الشكوى المصريه. النهارده في قطر في الكونجرس التقى الاستاذ جمال علام والرفد المصري مع جيان انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي على هامش الكونجرس، والتقوا مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، شرحوا له الوضع شفهيا، وهم وعدوهم ان الامر هيحال الى لجنه الانضباط. لازم نعرف الناس ان المباراه يا استاذه شفقي لن تعاد الا اذا ادان تقرير حكم ومراقب المباراه الاحداث وطلب باعادتها. وما اعلمه ان طب يعني انا معاك جدا كابتن. طيب اتفضل. وما اعلمه ان الشكوى والفيديوهات والحاجات دي كلها هتوصل السنغال الى عقوبات ماليه واداريه، يعني غرامه ماديه من الاخر، وعقوبات بمباريات بدون جمهور او نقل مباريات الى ملعب اخر. ده ما اعلمه من مصادر. طيب يعني هي كلامك الموقف المصري كاملا. تمام، يعني كلام حضرتك بيؤكد انه يعني قد ننتهي بعد كل ده، وبعد ان هم حتى الحكم ما كانش بيبص على الفار، يعني حتى ما كانش بيبص على حكام الفار. طيب يعني هل احنا هنصل في النهايه بعد كل ده ان ممكن يبقى في مجرد عقوبات على المنتخب السنغالي او الكره السنغاليه بانه لا يبقى في جمهور او عقوبات ماليه، لكن خلاص النتيجه تم تسجيلها والسنغال هي التي تاهلت، وصعب او استحاله انه تعاد المباراه؟ للاسف كلام حضرتك صح. ما سيتم مع السنغال عقوبات اداريه وغرامات ماليه فقط لا غير، ومحدش يقول غير كده عشان احنا مش هنضحك على الناس ونجمل الصوره. طب عارف ليه بقى؟ هو ده، عشان كده انا ما سالتكش السؤال ده، لانه المصريين الحقيقه يعني قبل كده حصلت حاجات وبعتوا حاجات وما حصلش اي اهتمام من الفيفا، فيمكن الخبر ده بالنسبه لهم خلاص هم تقبلوا النتيجه، وبالتالي اعتقد ان ناس كتير قلبت الصفحه. والله يا مدام شفقي انا بقول الكلام ده لان بعض الناس لسه بينضحك عليهم، يعني ضحيه عندها امل بعض الاخبار وبعض التصريحات، تصريحات فرد العضلات اللي من جانبها يعني بتدي الناس امل وبعد كده بتجيبهم على ما فيش. اكيد احنا بنقول ان في الاول وفي الاخر، اول حاجه لازم نشكر كل مؤسسات الدوله العظيمه اللي وقفت جنب منتخب مصر. طبعا لازم نشكر كل الناس اللي ساعدت منتخب مصر، وهي في النهايه هي كره قدم، لكن الدوله لم تقصر نهائيا، والدوله المصريه اكيد سند كروش ومنتخب مصر، شركة برزنتيشن، شركة تذكرتي، شركة استادات، كل الكاميرا المصرية ووسائل الإعلام المصرية كانت خلف منتخب مصر، لكن أكيد هي كرة قدم في النهاية. أكيد. أنا بشكرك جدا الناقد الرياضي أحمد درويش، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما سمعته أنا دايما ببص لما كلنا كنا متضايقين والواحد كان عنده كده ضيق وحزن، لكن بعد شوية لما تفكر وتقول طيب أنا خسرت قد إيه وكسبت قد إيه، لا هتلاقي إن عندك مكاسب كتيرة. أنت ما كانش عندك جمهور، أنت ما كانش عندك هذه الخدمة الراقية اللي موجودة في الاستاد، يعني ما كانش عندك فكرة إن الأسرة المصرية تعود وتشاهد مباريات لكرة القدم، الأب والأم وولاده، وهذا الشكل الرائع اللي كان موجود في الاستاد، دي فكرة رائعة. وفكرة ان انت تبقى ورا المنتخب بتاعك وبتحاول، ما احنا كمان بنبني وبنعمر في كل حاجة، حتى منظومة الكرة فيها بنى وتعمير، هي لسه ما انتهتش، يعني انت بتظبط الاستاد، بتظبط المدينة الرياضية، بتظبط اتحاد، بتجيب مدرب جديد، بتطلع اجيال جديدة. ما شفنا ان احنا عندنا كذا لاعب الحقيقة تميزوا جدا، رغم كل ده احنا ما رحناش كاس العالم، بس عندنا لعيبة متميزين وبذلوا مجهود واسمائهم الحقيقة يعني تم الإشادة بها. إذن عندنا مكاسب كتير، الخسارة بتعلمنا في وقت الأزمات ان احنا نتعلم علشان نقدر نبقى احسن وافضل.